طيبة. صباح النور جاوية. صباح النور أمين. صباح النور فرح. صباح النور مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. قال مسؤولون ليبيون إن ما لا يقل عن 33 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب عشرات آخرون بينهم شخصيات أمنية كبيرة ومدنيون في انفجار سيارتين مفخختين في مدينة بنغازي في شرق ليبيا أمس. ووقع الانفجار الأول أمام مسجد في حي السلمان في وسط بنغازي، بينما كان المصلون يغادرون بعد أداء الصلاة. وبعد حوالي ربع ساعة من وصول مسؤولي الصحة والأمن إلى موقع الانفجار، وقع انفجار ثاني أشد قوة. حثت الولايات المتحدة على لسان وزير الدفاع جيم ماتيس تركيا على إظهار ضبط النفس في حملتها ضد القوات الكردية في شمال سوريا والتركيز على قتال تنظيم الدولة الإسلامية. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو إن بلاده تسعى لتفادي أي اشتباك مع القوات السورية أو الروسية أو الأمريكية، لكنها ستتخذ كل الخطوات اللازمة لضمان أمنها، وذلك بعد أن دخلت العملية التي تنفذها بلاده في عفرين يومها الرابع. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 23 مدنيا قتلوا في القصف والضربات الجوية التركية، وإن آلافا يفرون من القتال، فيما أعلنت الفصائل السورية المعارضة تقدمها وسيطرتها على قرى عدة في محيط المدينة. انتقدت واشنطن اقتراح روسيا أن يفتح مجلس الأمن تحقيقا جديدا لتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، واعتبرت أن هذا التحرك هو محاولة لصرف الانتباه عن مبادرة فرنسية لاستهداف منفذي مثل هذه الضربات. وكان السفير الروسي فاسيلي نيبينزا قد وزع خلال اجتماع لمجلس الأمن مشروع قرار لإنشاء هيئة تحقيق دولية جديدة لتحل محل هيئة التحقيق السابقة التي كانت مفوضة من الأمم المتحدة. وخلص تحقيق الهيئة السابقة إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين في هجوم في الرابع من أبريل نيسان العام الماضي، وأنها استخدمت الكلور كسلاح عدة مرات. أعلنت الحملة الانتخابية لرئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان التوقف عن العمل حتى إشعار آخر، بعد اعتقال عنان إثر إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة استدعائه للتحقيق. وتحقق النيابة العسكرية في مصر مع عنان لارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه للترشح دون استئذان القوات المسلحة بحسب بيان القيادة العامة للجيش، إضافة إلى التحريض ضد الجيش والتزوير في بيانات رسمية. وذكر التلفزيون الرسمي المصري أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قررت استبعاد عنان من جداول الناخبين بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية. قال سكان ومسعفون يمنيون إن 9 مدنيين على الأقل بينهم 4 أطفال قتلوا في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية شمال اليمن. وقال السكان إن الطائرات قصفت عربة في منطقة آل علي التابعة إلى محافظة صعدة، مما أدى إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 3 بجروح، فيما قال متحدث باسم التحالف إنه يتعامل بجدية تامة مع التقرير وإنه سيحقق فيه. وكانت المنظمة شهدت في الأيام الماضية قصفا عنيفا استهدف عيادة صغيرة قرب عاصمة محافظة صعدة، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص من بينهم 5 أطفال. أخيرا، افتتح لبنان موسم التزلج هذا العام مطلع الأسبوع بعد تأخر لأكثر من شهر عن العام الماضي بسبب تأخر سقوط الثلوج. وتدفق عشاق التزلج على المنحدرات، فيما استبشرت مراكز ومنتجعات التزلج خيرا بهبوب عاصفة ثلجية الأسبوع الماضي ليبدأ موسم التزلج الذي تستفيد منه كل المنطقة. ويجتذب هذا التوقيت من العام كثرا من المواطنين والسياح إلى جبال لبنان، حيث تنتعش عادة الحركة الاقتصادية في المنطقة، خصوصا أن هذه المنتجعات تعتبر الوحيدة في المنطقة العربية.